إذا صار في حالة واحدة بمخيم الزعتري مصابة بفيروس كورونا، فعدد كبير رح يصاب بهذا المرض. انا عديت انا وما عندي مثلا خبر بهالشي هذا، عديت المخيم كله. يعني اسع فوق هالاسى اللي جانا وهالضرب وهالنزوح، اسع الله بعث لنا هالبلاء هذا. والله هالفيروس انه لازم ناخذ احتياطاتنا منه، وخايفين لانه احنا بالمخيم مثلا بنشوف اشخاص باكثر من مره باليوم. لا حاليا ما في، بس اذا لا سمح الله صار في حاله فراح يحولوها خارج المخيم، ان شاء الله ما يصير فيه. عملوا بالخيمة هاي يعني جوانية، ونحن هاي أمي وولادي ساكنين هون حاصرين حالنا حاليا. عم يجوا الأولاد يطلعوا نقول الولد غسل إيديك، وعم نرجع لما أشوف الولد إنه عم يكف بحط عليه صابون، فعمل لهم الولد كمان ما عم يستني نخلي الولد يكفي. كلها عاد العالم كل أحد بمخيمته، محبوسين بخيم هون. هذا عندنا مش في المخيم، بظل دائما أبو خالد مش في المخيم، دائما ضلت على تفقد إنه بس العالم بنشوف على التليفونات وعلى التلفزيون لازم يحط معقم وديتول. نحن هذا كله مفتقدين وما عندنا ولا نهائيا بكل المخيمات. يعني المنطقة 30 كيلومتر ب 30 كيلومتر فيها 4 مليون، إذا انتشر هذا الفيروس بهذه المنطقة راح تصير كارثة إنسانية في هذه المنطقة. منعزلين طبعا، منعزلين عن الناس وقاعدين في خيمتنا لحالنا، حتى الأطفال حيبسينهم يعني ما مخليهم يختلطوا من هذا المرض، يعني لأنه إذا صار عندنا هذا المرض لا سمح الله أو ذاب، فما عندنا القدرة انه نتعالج منه او ناخذ اللقاحات منه. احنا بنوجه للعالم رسالة انه يظلوا بيوتهم، يظلوا آمنين، يعني stay safe عشان صحتهم وصحتنا وصحة الناس وصحة اهالي البلد هاي الطيب.